عليكم الدراري. كده تشوفوا غدوا مزيانين ودنا كم انفكتي هيا هاي غادي تشوف لك لافير ديال ديالنا وغتخصك تشوف لك الا كان شي دواء غادي يساعدك هناك هاي هنا يا عبد الله اجا عبد الله ايه انا الجماعه لا لا انا بس حوايج حنا حنا ما نوصلوك للطنطا اسمع اليوم ما كنت عندها حالي حق عندنا هشام طحاي منسق الإسعاف الاجتماعي المتنقل. الإسعاف الاجتماعي المتنقل هو واحد المشروع اللي حديث الولادة، ولكن جا فهاد الفترة ديال الوباء وهاد فترة كورونا ألوغ عملنا بزاف ديال الإجراءات اللي تغيرت. كنا كنخدموا مع واحد الفئة خاصة فئة الأطفال اللي كيتم التدخل، ولكن بما أن هاد الفترة شوية واحد الفترة حرجة ما بقيناش كنخدموا على الفئه، كنخدموا مع جميع الناس اللي كاينين في الشارع، وكنحاولوا ما امكن اننا نقدموا لهم الخدمات الطبيه والخدمات الاجتماعيه بما فيها التغذيه والملبس والتطبيب والمواكبات الاجتماعيه بالنسبه للاطفال او لا بالنسبه يعني اي مستفيد اللي كنجبره في الشارع بغض النظر على السن ديالو ولا على العمر ديالو. في هذه الفتره هذه كنحاولوا ما امكن الاقناع ديالو باش يتوجه معنا للمركز ويزيد يستافد من الايواء اللي كيكون تما. وبالنسبه للاطفال ملي كيمشيو معنا من هنايا كيكون الايواء ديالهم في الايواء المؤقت ديال الاسعاف الاجتماعي الى حين نشوفوا لهم الحلول الاجتماعيه والحلول القانونيه بالتدخل ديال المساعد الاجتماعي والمربي ديالهم، مربي الشارع وكاين مربي في المركز. والوحده هنايا كتكون مخمه الطاقم ديالها من 5 الاشخاص، كاين السائق ديال الوحده، المسؤول الوحده، كاين مربي الشارع، المساعد الاجتماعي والممرضه. كنحاولوا دابا حنايا في هذه الفتره هذه كنخرجوا جوج الخرجات يوميه، كتكون عندنا واحد الخرجه في الفتره النهاريه، وكما كتلاحظوا خرجه اخرى كتكون في الفترات متاخره من الليل، باش كنحاولوا نشوفوا جميع المعاقل ديال هاد الاطفال او لا بصفه عامه ديال الناس اللي كاينين في وضعيه الشارع. حنا اصلا بدلنا برنامج وزدنا من عدد الخرجات باش زدنا كنحاولوا ما امكن اننا نستقطبوا الماكسيموم ديال الاطفال اللي كاينين في وضعيه الشارع. وفي رمضان ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن اننا حنا غنخدموا بالوتيره اللي ماشيين عليها او لا غادي نزيدوا داكشي على حسب العدد اللي كنشوفوا الاحصائيات اللي كنعملوها على حسب الاطفال اللي كاينين في هذه الوضعيه. يعني في شهر رمضان يعني غتكون الخدمه عاديه واخا في ظل هذا الوباء وهذيك، ولكن فريق الوحده ديال الاسعاف الاجتماعي المتنقل دائما غادي يكون اوبيراسيونيل.